ازيكم شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنلعب ماب العمر، ودي هتكون عبارة عن طفل من وهو صغير لحد ما يكبر ويتجوز. وانا اهو الطفل، هروح العب في المراجيح واركب المطيحة. المرجحة دي بتفكرني بمام في المطعم الشرير، وبرضه انا عملت كده، بس كان ساعتها معايا بوست جام فنطيت نط عليها. لو ما شفتوش الفيديو بتاع المطعم الشرير، قصدي الطباخ الشرير، روحوا وشوفوه، هتلاقوه يعني هتلاقوه موجود في محتوايا، خشوا وشوفوه. بقى عمرنا دلوقتي 6، هنروح نخش دلوقتي، هنخش. الله، عيد ميلاد، هابي بيرثداي تو يو. ايه ده؟ اي خلاص، باي باي، انتوا اقعدوا احتفلوا، انا مش عايز كيكة. ده عايزني ألعب بالكرة هنا. اوكي، طالع كورة. ايه ده؟ اوكي، ايوه، نجون. هاي تعالوا يلا نروح نشوف اللي هناك. خلينا نروح نشوف اللي هناك. اه صح، نسيت اقول لكم حاجه، لو عجبتكم الماب دي قولولي عشان اعمل عنها سلسله. ايه ده؟ اللي هجيب مسحوق الغسيل هنا، دي اخد واحد اشرب. ايه ده؟ بقيت اسرع. هاخده، وده مشروب طاقه ولا مسحوق غسيل؟ مشروب طاقه. اوكي، الله، هابي بيرثداي تو يو. ايه ده؟ اللي حصل ده؟ تقريبا في جريتش وجالي كرة تانية، خليها احطها هنا. ايه ده؟ الله، قطة جميلة. بس 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 بس. جميلة. انا مش عارفة ايه القطة. ايه ده؟ الله، طب ايه ده؟ اروح المدرسة؟ طب هروح بقى ماشي الطاقة. يلا بينا، يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا شباب. الفصل ده بتاعي. يلا، لو حسبتوها دلوقتي قولوا الإجابة. يلا حسبتوها، اكتبوا الإجابة في التعليقات. لو اخترتوا كده زيي يبقى الله عليكم. والله نروح بقى نشوف. ايه ده؟ انا كبرت، انا هروح دلوقتي البيت وهيحتفل بيا. Happy birthday to you. ده الهدية بيه؟ عايزني افتح الجراج. اوكي، الله، عجلة. هي طب ليه ما ادونيش بدناش؟ خلاص، حلو حلو. انا زيت خلاص، عشان ماشي بالطاقة. ايه ده؟ كان لازم اركب البايك. خلاص خلاص، ما يهمش، هتمشى بيها، هتمشى برجلي اسرع.
مش عارف ازاي بيحسبها لي وانا بمشي على رجلي. هتمنى لصاحب المبنى انه يصلح الغلط ده، عشان كده اي حد بيمشي على رجل ينفع يوصل عادي. الله المرجيح. يلا بينا. ايه ده، ترى عشان كده كان لازم اجيب البايك. ايه ده، هابي بيرث داي. ايه ده، انا بكبر بسرعة، ده انا ما بعديش تقريبا، ما بعديش 5 دقايق وبكبر. وعلى فكرة صحيح الشباب، نسيت اقول لكم، في الماب دي كل شوية بيبقى الموضوع أصعب. ايه ده، الله، التنين ده. بيبقى الموضوع أصعب اني، ايه ده، انا جات لي حاجة غريبة. ايه ده، فين النادي تاني ولا ايه؟ خش الأوضة. عايز ياخد ده، اوكي هاتو. الله، حطها بره والعب بيه. يلا ويييي، انا حاسه انه مش هيرجعلي هيرجعلي ولا ايه؟ هو راجع ولا بيقع؟ ايه ده، الله ارجع لي. ايه ده، دي لعبة بايظة. ايه ده، خلاص المهم انه حسب لي. ايه ده، عايز ادوس في السما. لازم اخده وهو في السما. ايه ده، اختفى فين؟ ايه ده اللي حصل، ما فهمتش حاجة اقسم بالله. ده بقى سنة 10 سنين، يوبي. اذا ده فكرني بيها عشان شعره بفري بلاي. ايه ده، والله حسيت ان ده فري بلاي. الله، ايه العربية دي؟ يخطفوني. ده هركب بتناج. البتناج ده احسن من العجلة. اي ده، انا اقدر انط بيه. يلا بينا نروح هناك نشوف المهمة اللي جاية طالبة ايه. الله، المهمة ايه ده، وين المكان ده؟ بس الدنيا كانت، بس الماء كانت بتتحمل. كنت مستغرب، هو عايز يرميني في اخر العالم ولا ايه؟ خلاص انا زهقت منه، امشي على رجلي احسن. هذا وديني وي اي وي هو وي هو هو راكب السكوتر. هذا مش يعجبه، معلق. خلاص اخدت بعدين بعدين وي. خلاص انا زهقت المرحلة المملة دي، انا حاسة اني هفضل كده لحد ما الفيديو يخلص.
والله صح يا شباب، هنزل تقريبا الفيديو ده بعد ما اخلص تسجيلي ليه، فهتلاقوه نزل في اول يوم من رمضان. انا هنزله دلوقتي بعد ما اخلص، هو مش دلوقتي، بعد ما اخلص او اعرفوا اني قعدت وقت شوية بعد النزول، عشان بس التنزيل بياخد وقت. ف هنروح نشوف ايه ده. انا كبرت فعشان كده. اوكي، ف يلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه. الله يا بيبي، تي تو يو تنتا، هاخد الهدايا وامشي. يلا باي بقى. خلاص بقى، انا زهقت. ايه ده؟ شوف بقى الهدية. ممكن شفتوها هنا، كنت هنا. الله، بلالين. الله، حلوة. عملها بقى بلالين. هم نزلهم بلالين عشان يحتفلوا بعيد الميلاد. استمتعوا استمتعوا. ده دور عيد ميلادي بقى. ايه دوس على الكيكة. طب شوفوا يا شباب، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. ف وكمان وقت الفيديو خلص. ف باي بقى، وما بتنسوش الاشتراك وتحطوا لايك وتشيروا الفيديو مع صحابكم، ومع السلامة.